صباح الخير لجميع المشاهدين. نهار اليوم تسود أجواء حارة نسبيا في عموم مناطق المملكة كنتيجة لتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا قادمة من شبه الجزيرة العربية، وبالتالي تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يكون الطقس غالبا صافي 32 درجة مئوية، الملموسة 30، الرطوبة حوالي 56%، والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون ما بين الجيد والممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية. طقس حار نسبيا في عموم هذه المناطق، المفرق 34 إلى 20 مع غبار خفيف، إربد 32 إلى 20، جرش 33 إلى 22، وعجلون 31 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء أيضا غبار خفيف 34 إلى 23، البلقاء 33 إلى 21، عمان 32 إلى 20، مأدبة 33 إلى 21، والبحر الميت طقس حار 38 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية العقبة طقس حار، الحرارة تلامس 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، أما الصغرى 26 درجة مئوية مع 32 إلى 19، الشوبك 28 إلى 18، الطفيلة 31 إلى 20، والكرك تفرق لبعض الغيوم 31 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق غبار خفيف 37 إلى 21، أرويشت 35 إلى 20، والصفاوي 36 إلى 21 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.